ازيكم يا مواليد برج المزان، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. توقعات برج المزان ليوم الاحد 27 مارس اذار 2022. هتوجه طاقتك النهارده بدرجه كبيره جدا وبدرجه اولى باتجاه تطويرك وتطوير مواردك النهارده، حتى لو كانت مواردك الداخليه، علشان تحاول تتجنب قدر الامكان نوبات الغضب اللي ممكن تكون بتوصل ليها. وفي تبادل كتير جدا للالفاظ النهارده هيظهر، وفي عدوانيه وفي بذيئه النهارده ممكن تكون بتمر بيها في المرحله دي. اي مواجهه النهارده ممكن تكون بتطورك بشكل كبير علشان تعرف تستخدم العنف البدني بعد كده، لان السلوك ده مش هيرجع عليك باي منفعه، فخليك حذر وتعرف تقيم المواقف اللي بتتطلب منك كده والمواقف اللي مش بتتطلب منك العنف ده. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، انك تتعامل مع زملائك النهاردة بصدق وشفافية، ده بيديك مزيد من المصداقية بالنسبة ليهم. هتكسب من خلالها ثقة كل اصدقائك وكل زملائك في الشغل من غير اي نوع من انواع الاستثناء، لانهم جربوك وعرفوا طريقتك وعرفوا مصداقيتك. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، كل اللي انت كنت بتتوقعه من حبيبك النهاردة مش هيتحقق للأسف، علشان كده ما تكونش مضطر انك تضاعف مجهودك زيادة عن اللزوم، اللي انت بتتمناه للأسف مش هيتحقق. بالنسبة ليك صحيا النهاردة، كل الحاجات اللي انت قمت بيها النهاردة مش بتكفي علشان تعمل استعادة لوزنك الطبيعي اللي انت كنت بتمر بيه او اللي انت محتاجه. هتحتاج لي شوية وقت النهاردة علشان تحاول توصل لكل اهدافك المنشودة في وزنك وفي صحتك وفي طريقة تعاملك مع نفسك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيدخل عطارد لبرج الحمل في اليوم ده خاصة، وبيقعد فيه ليوم 10 من أبريل. ممكن خلاله نشعر بأننا في دورة عطارد النهاردة، بأننا هنكون حاسمين أكتر وتطلعيين بشكل منعش في الفترة دي. من المؤكد أن ممكن يكون وقتنا ده في نفاذ للصبر وحتى مقتبضين بعض الشيء، لكن ممكن نشعر برضا كبير عن عدم تفكيرنا أو حتى عن قضاء الكتير من الأوقات في التواصل لاستنتاجات في الأسابيع الجاية علينا. هنكون بنقل اهتمامنا اكتر بوجهات النظر اللي ممكن تكون موضوعية، وحتى تفسيراتنا خلال الفترة دي هتبقى فيها اكتر اهتمام بالتواصل علشان نوصل لقرارات تبقى سريعة اكتر. هنكون حابين اننا نكون رائدين ونبتكر الان اننا نكون اول من يملك الفكرة المناسبة في الوقت ده. الوقت هيكون مناسب لو حبينا اننا نتكلم بشكل اكتر عفوي واكتر مباشر. كوكبنا النهاردة في تواصل حلو جدا مع برج الحمل الجديد والحازم، وممكن من خلال شبه عطارد النهاردة للمريخ هيكون في شوية توتر هتظهر، او حتى هنكون مش صبورين، او حتى اليوم ده بيكون فيه نحس شوية. بعدها ممكن الاحباط انه يغذي دوافعنا اكتر علشان نجري تغيير في حياتنا النهاردة، ممكن من خلاله نبتكر افكار وردود فعل هتبقى سريعة جدا، لكن ممكن نكون من خلالها عصبيين شوية ومندفعين. ده تأثير هيكون اليوم ده، وخاصة انه مش هتكون وسيلة عبور مثالية للصبر ولا حتى للمهارات. بيقعد القمر يومه برج الدلو لحد ما يدخل لبرج الحوت، وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.